انقض هذا الفهد على فريسته الغير المتوقع في هجوم قاتل لم يترك له مجالاً للمقاومة. الشيء الذي يجعل الكلب هدفاً سهلاً للحيوانات البرية القاتلة. بعضة واحدة قوية على رقبة تنهي الفهود حياة الكلب في ثوان، في إشارة على قوتها وسرعتها وخفتها التي لا تترك أي مجال للحياة للضحية العاجزة. غالباً ما يكون أصحاب المنازل والذين يمتلكون كلاباً لأغراض أمنية غير مدركين تماماً للخطر الذي تشكله الفهود على حيواناتهم الأليفة، حيث يمكن للحيوانات المفترسة أن تهجم في أي وقت وبدون سابق إنذار. عندما يتعلق الأمر بالدخول في مواجهة مع الفهود، فإن الكلاب ليست بمثل قوة هذه الفهود. يمكن سماع صوت صراخ الكلب المرعوب عندما تغرس الفهد أسنانها الحادة في جسده، مسببة للكلب ألماً لا يمكن وصفه، حيث تلزقه الفهد بعضاتها القاتلة. يساعد وجود منازل قريبة من الغابة للفهود من الاقتراب في صمت ليلاً واصطياد كلاب الحراسة على حين غرة، مما يجعل أصحابها عرضة للخطر وعاجزين عن الدفاع عن كلابهم ضد هذا المفترس الذي لا يعرف رحمة. من خلال نهج هذه الطريقة تتمكن الفهود من التسلل وصيد فريستها دون أن يعلم أحد بوجودها. تستخدم غالباً هذه الطريقة لمهاجمة كلاب الحراسة بعضات مبارثة وميتة. غالباً ما ينظر إلى كلاب الحراسة على أنها خط الدفاع الأول ضد المتسللين والوباء. لكن عندما يتعلق الأمر بهجوم الفهود، يمكن أن تشمل حتى أفضل الكلاب المدربة. عالم البرية.